بسم الله، السلام عليكم. خليلي محمد من لجنة الحوار دواوير المقصية زنات عين حرودة. فين وصلت الحالية ديالكم؟ دابا اليوم وقفة سلمية، الساكنة كتستنكر الإقصاء ديالها من المدينة الجديدة. حنا ما كنحملوا مسؤولية حتى لشي واحد، حنا بغينا غير أجوبة صريحة، أجوبة معقولة، يخرجوا الناس مسؤولين عند الناس ويوضحوا لهم الأمور. حنا ما مختلفين مع حتى شي واحد. رفاهية سلمية 100%. حنا جينا هنا من أجل باش نوصلوا الصوت ديالنا. دابا الساكنة خرجت اليوم قدام الملحقة الثانية باش توصل صوتها، لا غير وقفة سلمية باش يوصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين المعنيين أصحاب القرار باش يلقاو لهاد الساكنة المقصية حل. حنا ما تنطالبوش بشي حاجة اللي فوق طاقة ولا شي حاجة اللي ماشي معقولة. حنا كنطالبوا بحق مشروع كيخولوا لنا الدستور، ألا وهو السكن داخل المدينة الجديدة زناتة عين حرودة كباقي الدواوير. كيفاش تلقيتوا الخبر من قالوا لكم هادشي ديالكم البنك؟ واش غادي نقول لك الخبر؟ لا داعية كاع نقولوا شكون اللي نشروا ولا هادي. حنا كل واحد الله يسامحه، حنا مهم الغرض ديالنا اليوم هو البقعة ديالنا داخل المدينة الجديدة زناتة عين حرودة، لا أقل ولا أكثر. هذا هو لك رسالة للناس المعنيين، هو يشوفوا فهاد الساكنة بواحد راه الناس راه ما كطالبش بشي حاجة، اللي الناس راه كطالب غير بحقها المشروع، ألا وهو السكن داخل المدينة الجديدة زناتة عين حرودة لا أقل ولا أكثر. وكنتمناو نلقاو أذان ساغية اللي تسمع لهاد الساكينة، والأمور راه واضحة. السلام عليكم. بعدا أنا كنحتاج حيت زدنا جدودنا وبونا وخوتنا زادوا في زناتة الجديدة، زدنا حنا في زناتة الجديدة زيادة في دوار العين بالغنوج، زادي تما والدينا تزادوا تما بالغنوج، تزوجنا في دوار المرجا شي 15 عام وانا ساكن في دوار المرجا. حنا هاد الناس حنا باغين نتحولوا، ولكن يعطيونا زناتة الجديدة فين تزدنا وفين كاينة الخدمة وفين كاين المستقبل ديالنا، الثقافة، الريادة، السياحة. حنا بغينا حتى حنا نعيشوا بحال الناس، حنا ما بغيناش نمشيو بين خلف، ما بغيناش نمشيو بين يخلف. حنا تزدنا في زناتة الجديدة، بغينا نعيشوا في زناتة الجديدة. كيفاش لقيتوا الخبر؟ تلقينا خويا الخبر بحال شي صدمة. هاد الناس انتخابيين انتخبنا عليهم وجرينا معاهم، في الاخر تخلاو علينا، بغا يلوحونا بين يخلف، ما عرفتش شنو هو السبب. ما استاشروا معنا، ما علمونا، ما تكلموا معنا، ما والو. هاد الشيء راه طرا في 2006 و 2008، وهاد الناس ديال الحوار رجال تبتوا على الملف وجبدوه وحياوه، والسيد كان عندنا من الساكنه ديال الحربيلي ولا ضدنا، ولكن حنا كاين حنا ولاد الدرب خصو يوقف معنا ويساعدنا ويهزنا ويرتعفنا ربينا، وشكرا وعاش الملك.